اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الحريف على هامش منتدى الشباب العالم من شرم الشيخ. لسه متواصلين مع حضراتكم في سلسله حلقاتنا, والنهارده برضو معانا واحد من الضيوف المهمين جدا جدا معايا ومع حضراتكم, كابتننا الكابتن مجدي عبد الغني اللي مشرفنا النهارده. كابتن مجدي اهلا وسهلا. اهلا بك يا ابراهيم. اهلا بك حبيبي. اخبارك ايه؟ زي الفل بفضل الله الحمد لله. شايف ازاي المنتدى من وجهه نظرك؟ ويمكن هنا الرياضيين ما هماش اعدادهم مش كتير. ما معرفش ليه في الحقيقه, لكن طبعا انا بشكر اللي دعاني لهذا المنتدى في حقيقة الأمر, وأنا بالإنجليش I'm very proud, يعني أنا فخور جدا جدا بالإنجليش باللي بيحصل. بالعربي بقى رجعت للعربي تاني. ماشي, غير الموجة. We need to talk. We need to talk. إحنا محتاجين إن إحنا نتكلم. أنا أول مرة في حياتي أشوف مصر بتنظم شيء يقرب إلى التنظيم العالمي اللي أنا بشوفه واللي أنا شفته كتير واللي أنا أعرفه. طيب. المنتدى في الحقيقة معمول بحرفية شديدة جدا, معمول بشكل رائع جدا. الأعداد اللي موجودة أعداد ليست قليلة, وبالتالي السيطرة عليها مش سهلة. ومن هنا يا إبراهيم, يعني أنا عايز برضو أتطرق لموضوع الفيديو بتاعي اللي نزل, لأن عايز أقول إن ممكن حد يبقى موتور يعمل حاجة زي دي, لكن في النهاية يعني احنا المفروض ان انا قاعد مع شباب صغير, مش المفروض ان انا ابقى سهل جدا ان انا اقعد واتنشى وما اتكلمش وابقى مكشر, لكن الواحد عايز ندوب المسافات اللي بيننا وبين بعض, عايزين نبين لهم ان احنا على طبيعتك برضه يا كابتن مجدي, ان احنا عندنا روح الدعابه وان انتوا لسه صغيرين, وان احنا برضه بنحب يعني نخليكم زي اخواتنا الصغيرين مش اولادنا. لكن ما علينا, الموضوع طبعا عدى وما فيهوش مشكلة اطلاقا, ويعني الواحد اتكلم اللي جواه في الحقيقة. انت ما كنتش تعرف اللي صوروا الفيديو ولا؟ لا لا لا, اعرف احمد حسن وبنت كانت معانا, لكن في اجراءات هتتاخد طبعا عشان لازم الناس تعرف ان دوت مش صح, انك تعمل حاجة بدون استئذان صاحب الموضوع ده مش صح, يعني دي هتاخد اجراءاتها القانونية. لكن عايز اقول ان في الحقيقة التجمع اللي موجود دوت 120 دولة تقريبا موجودة بلغات كثيرة جدا, بثقافات مختلفة جدا, بافكار مختلفة جدا. اعتقد المنتدى ده باب المصري اللي موجود, انا نفسي لامس ان الشباب المصري بقى فيه وعي تاني, بقى فيه فكر تاني, بقى فيه رؤية تانية للمستقبل ورؤية تانية للواقع اللي هم عايشينه. ولاد عندهم حسوا انهم كل ما بيشتغلوا كل ما بياخدوا كل ما بينتجوا كل ما بيبقوا موجودين في الصورة. صحيح. معظم اللي مرتب المنتدى الرائع ده والترتيب الرائع والترتيب المنظم ده شباب مصري, يعني شباب قدر انه يستوعب كيف يكون تنظيم المنتديات العالمية, وكيف يكون التنظيم بحرفية شديدة, استوعب ودرس وعمل. فاحنا كلنا عشان كده مبهورين. بدأ بقى الناس الوجه الاخر من العملة يقول لك طب ومين اللي دافع ومين اللي عمل؟ يا اخي سيبنا من مين اللي دافع وسيبنا. لا ليه يا اصل ده سؤال حتى كمان ولو انه مطروح, ولكن الدولة المصرية اجابت عليه كله عن طريق رعاه كلهم متحملين. تمام, انا بتكلم المؤتمر. سيبنا من ده وبص للايجابيات. يعني سيبنا من الكلام الجانبي. لو الدولة دافعة, بص من وجهة نظر انا, لو الدولة دافعة في ده هو ده يستاهل ان الدولة تدفع فيه. لو الدولة قدرت تجيب رعاه والرعاه تحمله يبقى برافو على الدولة.